أطلقت وزارة الموارد المائية بمساعدة محافظة ديالى خطة لتأمين مياه الشرب لقضاء بعقوبة وضواحيها بسبب انحسار مياه نهر خريسان المغذي لمحطات تصفية المياه من خلال مد الخط الناقل المزدوج من نهر دجلة مرورا بنهر الخالص باتجاه نهر ديالى، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 30 يوما ويشمل إنشاء 3 مضخات أفقية. المشروع طوله بحدود 6 كيلومترات ونص، 6500 متر، متكون من ثلاث مضخات متريه وبطاقه تصريف 2 متر مكعب بالساعه 2 متر مكعب عفوا 2 متر مكعب بالثانيه، ونسبه الانجاز متقدمه، يعني ما زادت عن 85%. وحاليا مثل ما تشوفون انه الانابيب عباره عن انابيب مزدوجه قطر 1 متر تم اكمالها، والاعمال المتبقيه فقط اعمال تكميليه، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم من المحتمل تحصل عندنا إن شاء الله تشغيل تجريبي. فيما أكد مدير شركة الرافدين بأنه تم وصول نسبة الإنجاز إلى أكثر من 85% من المشروع الذي سيغذي محطات الإسالة لمدينة بعقوبة وضواحيها، وأن العمل يجري بسرعة كبيرة، ومن المؤمل إتمام المشروع حسب التوقيتات المتفق عليها لمعالجة شحة المياه التي تتعرض لها المحافظة. هم شركتنا شركة رافدين عام التنفيذ السدود، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بتنفيذ مشروع شحة المياه في مدينة بعقوبة. وتكون المشروع من خط ناقل بطول 6 كيلومترات ونص، ومحطة ضخ من 3 مضخات، قدرة كل مضخة تقريبا متر مكعب، يصير إيصال الماء إلى النهر خريسان بواقع مجرتين مكعبة بالثانية. تواجه ديالى أزمة مياه خانقة بسبب انعدام وشح الأمطار خلال الموسم الشتوي، ما سبب فقدان نحو 70% من الإيرادات المائية، والذي تسبب بانخفاض مناسيب نهر خريسان وصعوبة تأمين المياه لمحطات الإسالة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي.